السلام عليكم. طريق السريع الحضاري، الحصة ديال أليك، الشطر الثاني ما بين المضارع ديال حي الداخلة قرب ماكدونالدز ومدينة حي القدس. هانتوما دابا كتشوفوا هنا الخدمة اللي كاينة دابا، الخدمة اللي كاينة دابا هي ديال لابوردور، اللي قادو في لابوردور وبانوا لي الإيه ما عرفتش خدامين فاش كيقولوا لي في التسفيت ولا لا. المهم غادي نمشيو نشوفو، لا الا دوزو دابا لابوردور صافي دير بانهم غيطلقو الطريق. هادشي اللي كيبان ليا كاينة واحد الخدمة أخرى تاني ديال ديزاكتيفي، كاينة ليه هي ديزاكتيفي تاني. دا كيبريباريو ليه الأرضية ديالو، عاد كيهزو ديزاكتيفي مازال ما دوزو. حتى البطوات ديال الدورة كيحيدوهم. المهم هنا راه قريب يسالي كيبان ليا. انا دابا مقابل مع التيران، هو المنعد. الطريقه الخوت كما كتشوفوا راه عامره بالنسبه للضغط. اليوم لويت 8 اوت، هذه الربعه قل قسم. كان هنا راه غير حاطين البوردور، راه قريب يدوزوها، راه خليتهم ليه كيدوزوها. هنا راه يلاه دوزو لابارتي هادي، راه مازال كاع ما شفات مزيان. يلاه دازت هاهي، فاش غادي انا دابا. المهم الخدمة راه غادية مزيان، الإيقاع ارتفع الإيقاع هاد اليومين هادو، فهاد تلت أيام هادو راه كاين واحد شوية ديال التحول. أنا مبقاش ليهم بزاف الخطوة ديال الدورة تحيدو. إذن هنا المطار اللي حاطينو سالاو المهمة ديالهم في انتظار أنهم يكملوا هذا البقية غادي يكملوها غدا إن شاء الله، حتى الجمعة غادي يكملو. مبقاش ليهم بزاف، راه هي لا ديفياسيون. شتي فين وصلو؟ وصلو حدا هاد الجامعة الخاصة ديال الطب. هنا فين وصلو؟ كنشوفو معايا الماتيريال هنا، هاد لابارتي دابا اللي بقات ليهم مبقاش ليهم بزاف. غدا ان شاء الله غادي يساليو، اون فوا غيساليو وداز هاديك لابوردور صافي. اذا باقي ليهم نهار ولا يومين تطلق الطريق. ها الماتيريال، ها هو كما كتشوفو معايا. ينتظروا استراحة محارب، كينتظر تعطى الانطلاقة غدا ان شاء الله. الدراري تبارك الله راه خدمو، غيكونو خدمو النهار كامل من الصباح. إذن هاد لابارتي دابا اللي بقات ليهم حتى الليل،
شوف حتى شي الخطوات ديال الطرق كلهم تحيد. كان كلشي هاد لابارتي دابا مناش دايز هنا كلها غادي تسفت كان فيها لا بريمير كوش ان شاء الله غادي يخدموا في الصباح سالينا غادي نجيو نصوروهم لا ساليناش غادي نشوفوا كيفاش كاين لكم ريزولطا فينال لا بوردير راه خليت الدراري كيقادو فيها كما كتلاحظوا معايا هنا لا ديفياسيون هي هادي وكما قلت لكم راه كانت تلقوها كانوا نورمالمون يبقاو سادينها حتى يساليو ولكن تلقوها لان جاهم الشكايات من مول ديك مصبانه ولا المحلابه ولا شنو ستاسيون ديك ستاسيون ديال افريقيا قال لهم اسيدي راه سديتو عليا باش يفرض فير طاح صافي هما حلو هادي حلو هادي دابا اللي قدامي وسدو هادي شتو معايا لا ديفياسيون دابا فين كاينه دابا انا كاين في التريطوار ديال القدس مع الدخله القدس الدخله بحال قلتي حي واحد ها انتم دابا كتشوفوا هي هادي لا ديفياسيون هذيك القاعة المغطاة ديال القدس هادي ها لا ديفياسيون هي هادي دابا هما نهار نهار الجمعة إن شاء الله غادي يخدمو من لا ديفياسيون حتى لفاش كاينين دوك الآلات كاين عندهم نص نهار ديال الخدمة نص نهار ديال الخدمة اللي كاينة هادي نشوفو الأهمية ديال هاد الطريق هادي وشحال ديال شحال ديال الرموكات اللي كيدوزو فيها والماطرة كاين باقي الخدمة هنا الجوانب كاين الخدمة دابا هنا في الجوانب تاع هي الجنابات كيديرو ديك لي زانستالاسيون ديال الماء الصالح ديال الشرب الماء ديال الشتاء كلشي 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 خدامين كيدوز والغالبيه اللي كتفرجوا فينا كيدوز ما عرفتش علاش راه الا ما كتفرجوش في الفيديو من الاول حتى الاخر راه ما كيتمونيتيزاش بزاف يلا ديفياسيون هي هادي طريق سري الحضاري ما بين القدس وما بين الداخله المدارة ديالها الداخله الخدمه اللي بقات عليك واحد شويه ما كامله حتى 100 متر 100 متر ما عرفتش شحال هادي طب شوف هاد المسخط الوالدين هذا كان غادي يضرب هذاك والله الا كان غادي يضرب قرب الا كان غادي يضرب ها هي الخدمه ديال الديزاكتي ممكن شفت معايا الديزاكتي ديالها هو وهذا هذا هو اللي كيتسمى ديزاكتيفي بالنسبة لها ديزاكتيفي هو بحال هاد التيسيما مخلط هو هاد بيست سيكلوب هنا بعدا كاينة بيست سيكلوب مزيان ديك على يتحركو وهاديك البلاصة راه غيديرو فيها الضو غيديرو فيها غيديرو فيها سميتو غازون حسب داك البلان اللي دايرين هاد هنا ثاني عم الله اش غيديرو فيه واش غيسقيو فيه ولا ما عرف انا واش ديال السقي ولا دابا راه نورمال مو خص كاع المساحات الخضراء في المغرب بارتو او ماروك يتسقاو بالمياه العادمه المعالجه
شفتوا معايا شو الرموكه اللي كاين شي نورمالو هذا الرموك هذا نورمالو علاش ما يديرش من طريق المدارج ما كاينش الناس اللي مسؤولين اللي كيفكروا دابا في هادشي ما نورمالو ماشي خصهم البوليس دابا يدخلوا في هادشي باقي اليوم جوج الاجزاء باقي اليوم من بريكوما من ماشي من بريكوما من المدارة ديال ماكدونالدز حتى المدارة اللي كدير الاكتظار ومن اكتظار حتى لهداك النفق ولا الممر تحت الارضي ديال تيليلا ويسدو اليمن ويعاودو يسدو اليسر ويسدو تاني اليمن واليسر اذا دون بوتياج كاين اذا خصني يخرج دابا شي قرار كون كوا بانه يتمنعوا هاد الشاحنات هادو وهاد الوزن الثقيل حيت الا تمنعوا بعدا بليز زعما شي واحد شحال باش غادي ولكن هذاك فيه ديال السبيطار نقل مع شي حاجه قصور الكلوي ولا الله يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع الامه العالميه بزاف الفروع ديال الطاكسي اللي تبع اللي بغيت تمشى هنا فهمتي هنا دابا السؤال المطروح هنا دابا اللي خصو يتكال شتو هذا دابا هو محيط وجنبات ملعب ادريان اذا الطاكسي اللي هو هذا ياك هو هذا الطاكسي بينا لكم البلان ديال سميتو راه هما الماكينات ديالهم الماتيريال ديال اليك الدار غادي يجيو يكملوا وتكمل لابوردير وهي تلقى الطريق يلاه الله يعاونكم دابا غنمشي نبين لكم جنبات ملعب ادريان